لمحة سريعة عن برامج الام تي في لليلة ولكل ليلة خلال شهر رمضان الفضيل. نبدأ سهرتنا مع الهيبة الحصاد على الساعة 8:30 المساء من بعد نشرة الأخبار. بطولة تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف، ويتم خلالاتي، عبد الشاهين، روزينا لدقاني، جوزيف بونصار، خالد السيد، ختام لحام، وعباس جعفر. هالمسلسل يلي أخذ طني ورني من ناحية الموضوع بالأول، من ناحية أيضا السيناريو، من ناحية التمثيل والإنتاج. بذكر بأنه عم ينعرض ليليا على الساعة 8:30 المساء من إخراج سامر البرقاوي، تأليف سيناريو وحوار باسم السلكة، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن. انتي مين على الساعة 9:30 المساء ايضا برنامج او مسلسل بحاكي المجتمع اللبناني، بحاكي ايضا الحرب اللبنانية واثارها على الاشخاص اللي كانوا عم بيشاركوا كمحاربين بالحرب. انتي مين من بطولة كارين رزق الله وعمار شلق، ايضا جوليا قصار، نقولها دانيال، انجو ريحان، عايده صبره، شربل زياده، والممثل القدير اسعد رشدين. قصه وتاليف كارين رزق الله، اخراج الي حبيب، انتاج ام تي في وكارين رزق الله. منتابع مع 5:30 اللي عم ينعرض يوميا على الساعه 10:30 المساء، ايضا مسلسل من انتاج ضخم، قصة بتشبه قصص يعني طبقة معينة من المجتمع اللبناني أو العربي، طبقة سياسية أيضا، من بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، بالاشتراك مع رفيق علي أحمد، رولا حميدة، سينتيا صموئيل، كتابة إيمان السعيد، وإخراج فيليب أسمر. هالمسلسل من إنتاج سيدرز آرت برودكشن. بذكر أيضا ببرامج فترة بعد الظهر، عيشوا كل غيرة على الساعة 5:30 المساء مع كميل أسمر، انت أدى على الساعة 6 المساء مع محمد قيس، وجوائز كتير بتربحوها باتصالاتكم على هالبرنامج، ورجوة ونجوة على الهواء يوميا على الساعة 7:30 المساء. أكيد البرامج كلها موجودة على mtv.com.lb وعبر أبليكيشن الام تي في. بريك ورح نتابع مع باقي فقراتنا.